وطبعا احنا نعزي انفسنا في الشيخ راغب غلوش فقيد العالم الاسلامي، وندعو الرحمه لامواتنا واموات المسلمين جميعا. مع العلم القراني الكبير اللي هيمتعنا حتى لو بحرف واحد، فضيله الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتفال طبعا متواصل ومعانا فقرات جميله ورائعه، بس طبعا زي ما قلت لحضراتكم نظرا لان الشيخ عبد الناصر وفقه الله وسدد خطاه ومنسق الاحتفاء او تكريم ليله تكريم سيدنا الشيخ راغب غلوش، فسوف يعني يغادرنا بعد هذه التلاوه. ندعو الله له بالتوفيق والسداد وان يصل سالما غانما الى منزله، وان يوفقه الله غدا وبعد غد وفي كل ايامه، واجعلها ايام سعيده عليه وعلى اسرته الكريمه التي اعتبر نفسي واتشرف بصداقتهم واعتبر نفسي واحد منهم. وارحب باخي العزيز وائل حرك، كما ارحب طبعا بالشيخ نفسه، فوائل هو جزء من الشيخ واخ وصديق عزيز لي. دايما يا حبيبي، دايما زي ما انت كنت شغال. هو كان شغال ماشي ماشي. بسم الله ماشي، احنا مع بعض اهو نشوف. بسم الله عدلته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك، الله يحفظك يا رب. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. دكتور وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اسمعها تاني يا شيخ عبد الناصر، اسمعها تاني. الله يفتح عليك. اسمك بقى يا ابني. صلى الله على النبي. نسمعكم بقى، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. الله. على فكرة يا
مع المستشار. الله علي رحمة الله، علي رحمة الله، يا مع المستشار علي رحمة الله، علي رحمة الله جميعا. برضو بنكرمه، بنكرم فضيلة الشيخ طبعا والله. طبعا طبعا. أنا عايز فضيلة الشيخ يكمل على نفس الوتر اللي هو ماشي عليه. المدد من الله، المدد من الله، نسأل الله المدد يا أخي عشان خاطر الشيخ راغب. والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. خلي بشرب سجاير، سجاير بس. شو الريحة جاية علينا بس. الله يفتح عليك. والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الله يرحمه.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. أوجانك هو تعالى 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 يا أسد تعالى وسعوا له يا جماعة كل يقول طبعوا كده خلاص كويس طب عم تعالى فقاتلوا. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر شوية شوية أذكر يا أخي فإن رأت فأصلحوا بينهما بالعدل بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الله الله على النبي الله يا شيخ الدكاترة عليك. طيب عليك يا مولانا فينا يفيد عليك يا رب. حاضر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
كله مع القرآن. والله لو فضلوني من شغل نبدأ مستريح. والله عشان خاطر. بس هو بس. نعم الله يفتح عليك. ربنا يتقبل ربنا يتقبل إن شاء الله. يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله يقعد بس صوت بس اهدى شوي اهدى شوي حاضر حاضر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لا
والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. مهما وصف الواصفون أو مدح المادحون فلا يستطيعون أن يوفوا فضيلة العلم القرآني الكبير الدكتور عبد الناصر حرق الذي له كل الشكر والتقدير كل الشكر والتقدير والعرفان لفضيلة القارئ الكبير الدكتور عبد الناصر حرق. ولكل من قال لك صاحبني يبقى الامان وياه، ولكل من قال لك رفيقني يبقى الضمير صحاه، ولما ابراهيم خلال الله يقول الدكتور عبد الناصر والصحبة الحلوة دي لازم الناس تقول لازم الناس تقول بس. شكرا يا دكتور عبد الناصر، وادعو الله.